الحاضرين حضورنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندسة فاطمة حسين، أنا عضو في فريق كفاءات التطور بين الكفاءات اللي أعطاني الفرصة اليوم أكون على الستيج معاكم، الفريق اللي أعطانا الفرصة للعبر عن أفكارنا ونطبقها. فباسمي وباسم أعضاء الكفاءات أحب أشكر السيد وكيل وزارة الكهرباء والماء لمنح الشباب الكويتي الفرصة لإثبات نفسه وإثبات جدارته بالعمل التطوعي لخدمة المجتمع وخدمة هذا الوطن المرتقب. اليوم احنا متواجدين لمناقشة قضية مهمة في ظل التزايد السكاني والعمراني ومستقبل الطاقة في الكويت من خلال عرض الوضع المحلي والتحديات وطرح أهم الحلول من وجهة نظر عدة جهات. الحديث اليوم ما راح يكون عن الطاقات المتجددة بل عن حلول أخرى لا تقل أهمية بما لها من أثر كبير على مستقبل الطاقة في الكويت. والآن مع كلمة وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد حجي الشفي. الأخوة والأخوات، يسعدني ويطيب لي اليوم مشاركة كفاءات اجتهادهم في مواصلة تنظيم الندوات الشهرية التي أثبتت أهميتها من خلال التطرق لمختلف قضايا المجتمع وخلق فرص مكثفة للتواصل مع عموم المستهلكين بمختلف الشرائح وتسليط الضوء على الجهود المبذولة والإمكانيات المتاحة للتعامل الإيجابي الهادف مع كافة الموارد البيئية ضماناً لحمايتها. إخواني وأخواتي الحضور، إن اختيار عنوان هذه الندوة مستقبل الطاقة بين الواقع والتحديات يجسد الرؤية التي وضعت على ضوئها وزارة الكهرباء والماء خطتها الاستراتيجية لتأمين الطلب على الطاقة باستخدام أفضل التقنيات لإنتاج الكهرباء والمياه ودعم سياسات التشغيل الاقتصادي ورفع كفاءة عمليات التشغيل في محطات توليد الطاقة. من التحديات الرئيسية التي تواجه الوزارة هي استمرار زيادة الطلب على خدمتي الكهرباء والماء، حيث يعد معدل استهلاك الفرد من الكهرباء ما يقارب 15,000 كيلو ساعة بالسنة، من أعلى المعدلات العالمية بما يعادل ضعف استهلاك الفرد في البلدان مرتفعة الدخل. ومن المتوقع استمرار هذه الزيادة في الطلب على الطاقة بسبب مشاريع التوسع العمراني والمدن الجديدة، حيث يعد قطاع المباني هو الأكثر استهلاكا للطاقة بسبب أنظمة تكييف الهواء، وأيضا في ظل تدني أسعار التكلفة أو التعرفة العفو على المستهلكين مقارنة بتكلفة الإنتاج. وقد قامت الوزارة لمواجهة هذه التحديات بوضع التدابير والسياسات التي من شأنها تقليل الطلب على الطاقة، ومنها أولا دائرة الاستهلاك، رقم واحد استراتيجية إصلاحات تعرفة الطاقة، اثنين حملات توعية لترشيد استهلاك الطاقة، ثلاثة تطوير مدونة حفظ الطاقة بما يتعلق بأنظمة التكييف وقواعد البناء والإنارة، أربعة إدارة مصادر المياه، خمسة التعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو إدخال تكنولوجيا الكفاءة العالية في المشاريع المستقبلية ومنها تبريد الضواحي والإنتاج المشترك للطاقة والتبريد وإلى آخره من هذه الأفكار الرائعة. ثانيا دائرة الإنتاج، أولا دعم حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية بما لا يتعارض مع كفاءة موثوقية الشبكة الكهربائية. اثنين زيادة حصة التكنولوجيا الجديدة عالية الكفاءة لإنتاج الكهرباء وهي ما يسمى بتكنولوجيا الدورة المشتركة أو الكومباين سايكل بالنسبة للغاز توربين. ثلاثة التوسع في إنتاج المياه بتكنولوجيا التناضح العكسي الموفرة
للطاقة أربعة السعي لتحقيق أقصى قدر من إنتاج الكهرباء من الوقود الغازي. خمسة العمل على وضع الأبراج الخاصة لرفع الكفاءة وتقليل تكلفة الإنتاج للمحطات القائمة. وفي الختام أتقدم بالامتنان لكل الجهود الدؤوبة التي ساهمت مشكورة لمواصلة تنظيم تلك الندوات الهادفة، كما أخص بالشكر والتقدير كل من شارك في تقديم الدعم من مختلف مؤسسات الدولة، داعيا المولى القدير أن يكلل تلك الجهود المبدعة بالمزيد من التوفيق والنجاح لتحقيق كل ما من شأنه رفع اسم الكويت عاليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندسة شيماء مرزوق الغنين نائبة العضو المنتدى بالتخطيط من مؤسسة البترول الكويتية. والمهندسة سناء علي غريب مدير إدارة البرامج الهندسية والبيئة من وزارة الكهرباء والماء. والآن مع الصورة الجماعية فليتفضل فريق كفاءات يأخذ صورة مع السيد الوكيل والمحاضرين. اللي مش خايف يرد دش دش اخرك ها لا لا خلينا ينزلون زين الماضي حلو قوي خلاص واسع واسع وايد واسع حلو حلو خل يلا يلا عيسى يلا بس واحد تحت خلي لا خلي ويا انا الصوت هذي نزل ويا ايه ايه كذي احسن عيسى ايه كذي خليك عيسى بس 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 تعال تعال اوقف اوقف يا ابو علي ايه اوقف يا ابو علي بس حلو كذي دني شويه يسار دني شويه يسار خديجه لو تعيد هناك احسن لحظه بس دقيقه دي خليها تروح هناك احسن قاعد انبط لكم بس يلا في البداية أحب أن أتقدم بجزيل الشكر والإحترام لكل من شارك في أنشطة الكفاءات الحقيقة، وهذا الكلام موجه لإخواني وأخواتي من شاركوا في أنشطة الكفاءات. أنتم كنتم قدوة، كنتم خير مثال للموظفين اللي عندهم العلوم وعندهم الرغبة بأنهم يعبرون عن الخبرات الموجودة لدى الشباب الكويتي وتحويلها إلى مشاريع حقيقية. للأمانة شفنا إنجازات متكررة، افتخرنا بكم وبأهدافكم كالجهود على
محل تقدير عند قيادة الوزارة ومعالي الوزير بنفس التشكر منكم على أقدامكم. كفاءات هي أرضية لأبناء الوزارة لتقديم مبادراتهم وأفكارهم ومشاريعهم الإبداعية. نحرص في كفاءات على دعم الفكرة أو المشروع الإبداعي إلى أن نوصل حي الإنسان في مجال الزراعات أو مشروع خاص بالتنمية البشرية والتدريب أو الحملات والعلاقات. تكلمنا وعرفنا داخل الوزارة عن كفاءات الشباب وطاقاتهم من خلال مشاركتهم بالمعرض، عرفنا هواياتهم ومستقبل هذا الدور واستفدنا من الشباب. وقفت إلى كفاءة كان أقدر أعبر عن بعض المهارات اليدوية التي أكتب فيها كهواية، وقدرنا نوصل فيها بعض الأفكار التفاعلية وكانت هواية. أشكر كل أعضاء كفاءات على جهودهم في التنظيم وفي إنجاح هذا اليوم، والآن يشرفنا أن نبدأ مع أول محاضرينا الدكتور سالم القدرة، فليتفضل للقاء محاضر. في البداية أحب أشكر وزارة الكهرباء ممثلة في فريق كفاءات اللي دائما يتحفنا ويبدعنا في اختياره للمواضيع اللي طبعا تمس هموم الوزارة وكذلك هموم المواطن بشكل عام. لهم منا كل التحية وعسى الله يوفقكم وإن شاء الله منها الأعلى الآن. طبعاً موضوع اليوم تم اختياره بعناية فائقة من قبل فريق كفاءات، وهو موضوع الطاقة. موضوع الطاقة طبعاً هاجس اتخذ القرار في الكويت مو اليوم، من بداية النهضة العمرانية والحضارية في دولة الكويت، وراح يستمر ويانا إلى الأزل طالما ان احنا دولة نعيش في بيئة صحراوية شديدة الحرارة، وبنفس الوقت نعتمد في تنميتنا على مصدر ناضج لهذه الحرارة، سواء اقتصاد، سواء تنمية عمرانية، سواء تنمية بشرية. على جميع الأصعدة بنهاية المطاف احنا نعتمد على مصدر ناضج لهذه التنمية ولهذا الاقتصاد. أحد المحاور هذه هو توفير تيار كهربائي ضروري للمستهلك، سواء كان مواطن أو شركة أو مؤسسة أو وزارة، وبالتالي ديمومة هذا المصدر يعتبر هم يشغل بال متخذي القرارات في وزارة الكهرباء وكذلك في مجلس الوزراء. اليوم احنا راح نتدارس بعض الأفكار قبل مجموعة متميزة من المحاضرين، طبعاً من جهة مؤسسة الكويت التقدم العلمي، وكوني أيضاً أعمل في معهد الكويت للأبحاث العلمية في السابق، كان لنا دور في عملية وضع استراتيجية لأمن الطاقة في المستقبل في دولة الكويت. راح أستعرض خطوطها العريضة وياكم اليوم، وإن شاء الله بعد المحاضرة أو بعد إنجاز المحاضرة سوف يفتح الباب للنقاش و تبادل الافكار على وعسى نصل الى بعض النتائج اللي تكون مفيده للجميع باذن الله. طبعا التحديات اللي تدفعنا للتفكير في وضع استراتيجيه للطاقه في دوله الكويت هي عده، مثل ما تفضل وذكرها المهندس وهبه، زياده متصاعده للاستهلاك على الطاقه اللي قاعده تزيد يوم بعد يوم وتثقل كاهل وزارة الكهرباء، وتمثل ضغوط كبيرة على قدرة نظام الطاقة التقليدي اللي هو حفر الوقود الأحفوري
على تأمين هذا الطلب في المستقبل القريب. أيضا مطلوب منا الحفاظ على المستوى المطلوب لحجم العوائد النفطية، لأن كثر ما توسعنا في إنتاج الطاقة الأحفورية محليا كثر ما قلت قدرة الكويت لضبط مزيد من النفط للأسواق العالمية، وبالتالي ينعكس سلبا على العوائد السنوية لدولة الكويت اللي من خلالها قاعدة تحرك جميع قطاعات التنمية في دولة الكويت. أيضا المضاعفة للحجم مضاعفة حجم البنية التحتية المصاحبة. مثل ما أنتم عارفين بناء محطة ليس بالأمر السهل، قد تكون في مشروع كبير لبناء محطة غازية أو محطة على الوقود التقليدي، لكن أيضا هذا يحتاج إلى مد خطوط هوائية، إلى بناء سبستيشن في وسط المناطق، لغاية ما يوصل التيار إلى غرفة نومك أو صالة بيتك أو مكتبك اللي ممكن تستفيد منها بالشكل الصحيح. فهناك أيضا بنية تحتية ضخمة نحتاج تأمينها بالإضافة إلى التوسع في إنتاج المحطات. ناهيك عن الآثار السلبية لانبعاثات الغازات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة اللي ممكن تأثر بشكل مباشر على صحة الإنسان في دولة الكويت لما تبعث هذه الملوثات من غازات خطرة تؤثر على جودة الهواء الجوي. طبعا هناك عدة متطلبات استراتيجية فعالة للطاقة في دولة الكويت، نوجز منها أربع نقاط رئيسية. أول متطلب هو توفير مصدر آمن للطاقة. إحنا من الخمسينات إلى اليوم قاعد نستنزف من مصدر غير آمن للطاقة. بيوم من الأيام راح يشح، اليوم إحنا نسمع عن استهداف دولة الكويت إنتاج 4 مليون برميل نفط يومياً قبل 20 سنة. اليوم نجد القطاع النفطي قاعد يقاتل حتى يثبت الإنتاج عند 3 مليون برميل. هذا معناته الآبار القديمة والحقول القديمة ابتدت تنضب وابتدت تعطي مياه مصاحبة أكثر ما تعطي نفط، وهذا تحدي قاعد تواجه الدولة بشكل كبير وممثلة طبعاً الكي بي سي قاعدين يجرون دراسات عدة للخروج من هذا المأزق. أيضاً ترسيخ الأمن الاقتصادي مرتبط بترسيخ الأمن المائي وأيضاً أمن الطاقة، وذلك عن طريق تنويع مصادر الدخل وإدراك الآثار السلبية المترتبة على الزيادة المستمرة للاستهلاك المحلي للطاقة بالشكل اللي قاعد نشوفه اليوم. وأيضاً مشاكل خارج دولة الكويت هي استقرار أسواق النفط في العالم ايضا تشكل ضغط اخر على القطاع النفطي في دولة الكويت، فهناك محورين للتحدي اللي نواجهه، محور داخلي وايضا محور قادم من الخارج. تحقيق الامن البيئي هذا لا يختلف عليه الاثنان، عملية حرق انبعاث الوقود يشكل تهديد على البيئة المحلية في دولة الكويت، وايضا خلق فرص عمل حديثة للشباب الكويتي. اليوم قاعدين نتكلم عن عشرات الالاف من الشباب الكويتي ينتظرون في الحصول على الوظائف، بالإضافة إلى عشرات الآلاف إن لم تكن مئات الآلاف متوقعة خلال العشر سنوات القادمة. هذه بعض أوجه التحديات اللي أخذناها بالحسبان عند إعداد هذه الاستراتيجية. طبعاً الاستهلاك المحلي للطاقة في دولة الكويت كلكم عارفين التغير بين الشتاء والصيف، إحنا قاعدين نستهلك أكثر من 50% من محطاتنا خلال فترة الصيف. الفرق اللي بين الخطين الأحمر الموجودين يمثل الإضافة اللي دائما تضيفها الوزارة لتوفير العجز اللي يأتي عن البدء في تشغيل أجهزة التكييف بدءا من شهر 3 أو 4 لغاية نص وقت الذروة في فصل الصيف، ثم في شهر 10 وشهر 11 تبدأ الكيرف يخف. هذا يعني ان اكثر من 50% من القدره المركبه او محطاتنا في دوله الكويت احنا نستثمر فيها او ننشئها لسد العجز اللي موجود في فصل الصيف، وهذا اللي يعطينا الامل انه ممكن مصادر طاقه متجدده تحل ولو جزء من المشكله هذه اللي تظهر في فصل الصيف، ومن ثم نوفر مبالغ طائلة قد تصل إلى
مليارين دينار كويتي سنويا تحرق لتشغيل هذه المحطات. إذا عرفنا أن تقريبا 360 ألف برميل نفط يوميا تستهلك هذه المحطات، إذا أخذنا البروجكشن أو التوقعات خلال 2040 هذا الرقم قد يصل إلى الضعف إن لم يكن تقريبا مليون برميل نفط يوميا، وهذا تقريبا ثلث إنتاج الكويت من النفط يوميا خلال العشرين سنة القادمة. هذا تحدي جدا كبير إذا شفنا الليميتيشن اللي موجود فيما يتعلق بالمساحات، سواحلنا صارت جدا مشغولة، بحرنا صار جدا مستهلك أو منهك من بيئيا بسبب كثرة محطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة اللي تقام على سواحل الكويت. بالإضافة إلى ذلك نجد أن بالاتجاه الآخر أن الكويت في مجال كفاءة الطاقة قاعدة تتراجع. قبل سنتين كنا ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في الفرد مثل ما ذكر مهندس بوهبة أن الكويتي يستهلك 15 ميجا وات أور سنويا، يعني كل واحد فينا قاعد بالصالة هذه قاعد يستهلك 15000 كيلو وات أور بالسنة. إذا تكلمنا عن محطة بحجم 15 ميجا تكلف ممكن 6 مليون دينار إذا تكلمنا عن الطاقة الشمسية، معناته لكل مواطن نحتاج محطة بحجم 15 ميجا فقط لتوفير استهلاك الداخلي. نفس المحطة هذه 15 ميجا إذا جبنا مواطن في دولة أوروبية ممكن بنفس الحجم نوفر تيار كهربائي إلى 50 مواطن كويتي، يعني الكويتي عادل باستهلاكه 50 مواطن أوروبي. فشنو الاستهلاك أو شنو الإسراف اللي إحنا قاعدين نمارسه في حق بيئتنا وفي حق مصادرنا الناضبة، ناهيك عن الشق الآخر وهو شق استهلاك المياه. أيضاً إحنا أعتقد في مراكز متقدمة جداً فيما يتعلق بالاستهلاك كبير على مستوى العالم. طبعاً الاستراتيجية تم إعدادها والبدء بالتفكير فيها في عام 2013. بدأنا في تنظيم حلقة نقاشية سميناها سياسة الطاقة المستدامة في دولة الكويت. تم دعوة أكثر من 30 خبير وممثل لجميع الستيك هولدرز أو المعنيين في دولة الكويت، في وزارة الكهرباء، في القطاع النفطي، في المجلس على التخطيط، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين من جامعة الكويت ومن معهد الكويت للأبحاث العلمية. في عام 2014 إلى 2015 بدأنا عمليات التنسيق والتشاور بين هذه الجهات ووضع تصوراتهم جميعا في الورقة التي عكفنا على الإعداد لها، ونتيجة لهذه المشاورات بدأنا بإعداد المسودة الأولى للخطة في عام 2016. اليوم انتهينا من الخطة، وبعد الانتهاء منها عملنا حلقتين نقاشيتين ايضا لاخذ الفيدباك او المقترحات النهائيه للجهات المستفيده، خصوصا اركز على وزاره الكهرباء وايضا القطاع النفطي كان لهم دور كبير في بلوره هذه الورقه اللي تم الانتهاء منها الشهر الماضي. هذه صوره عن اهم الجهات اللي شاركت في إعداد هذه الورقة. طبعاً إدارة الورقة كانت بين معهد الكويت للأبحاث العلمية وبين أيضاً معهد إكسفورد لأبحاث الطاقة، وزارة النفط، مؤسسة البترول الكويتية، وزارة الكهرباء والماء، الأمانة العامة للمجلس على التخطيط، الهيئة العامة للبيئة، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام، جامعة الكويت، الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. هذه الجهات اللي شاركت فعالية لإعداد هذه الورقة. الورقة تم إرسالها لجميع الشركاء للتفكير في انتقالها للمرحلة القادمة، وهذا اللي أعتقد راح أركز عليها بالسلايد هذا. أهم خطوة قادمة لنا اليوم أن تعتمد هذه الورقة كحجر أساس لانطلاق مسيرة أمن الطاقة في المستقبل واستدامتها في دولة الكويت. الخطوة الثانية يجب تنفيذ خطوات مدروسة
ومتسلسلة بالاستهلاك والترشيد. احنا للأسف العام الماضي شهدنا أول محاولة للدولة لتغيير تعرفة التيار الكهربائي كخطوة ولو خجولة لتصليح الوضع، لكن للأسف المعارضة الشعبية من خلال البرلمان أرجعتنا تقريبا خطوتين وراء، لكن أعتقد الجهود راح تستمر وراح يكون في محاولة واثنين وثلاثة لغاية ما يتم إعادة هيكلة تعرفة التيار الكهربائي. مثل ما ذكر المهندس بوشهري أن التعرفة تعد حجر الأساس لتغيير سلوكنا في استهلاك الكهرباء والماء، وهذا المدخل فيمكن بحث طريقة تكون مرضية للمواطن كمستهلك وأيضا مرضية لمتخذ القرار أن نتفق على هيكل معين للتعرفة في المستقبل سواء كانت كهرباء أو ماء. فهذه تعتبر خطوة أساسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية. الخطوة الثالثة إعادة هيكل قطاع الكهرباء وأسلوب نقل الخدمة من الإنتاج إلى الاستهلاك، وهذا أتوقع شيء مو حديث عن الوزارة، فكرت في عدة مرات فصل الإنتاج عن النقل عن التوزيع، وهذا اللي معمول فيه في جميع الدول المتقدمة. اليوم الوزارة قاعدة تتحمل العبء من الإنتاج إلى الاستهلاك، فموجود قطاعات داخل الوزارة كهيكل داخل، لكن بالتالي المواطن ينظر أن الخدمات هذه كلها ملزم بها الوزارة أن تقدمها وتقدمها بالشكل الصحيح. أتوقع إذا تم عمل شيء في إعادة هيكلة القطاع بالناحية هذه ممكن يكون له مردود استراتيجي إيجابي على المدى البعيد. النقطة الرابعة، يجب وضع نظام حوافز عملي وفعال يضمن قبول تنفيذ الاستراتيجية من قبل الدولة، من قبل المواطن وأيضا من قبل المستثمر. عندنا مثلث يجب أن نحقق التوازن بينه واللي سميناها win-win-win situation، وهذه تطرح من خلال إعطاء الفرصة للقطاع الخاص أنه يسد ولو جزء من الثغرة هذه بما لا يمس طبعا أو يضمن كاهل المواطن، وبنفس الوقت بما يضمن للدولة تحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد. النقطة الخامسة ممكن تكون لها علاقة بالنقطة الرابعة، تشجيع القطاع الخاص للاستثمار عن طريق قانون الشراكة، وهذا بالله الحمد قطاع تم البدء فيه، وعندنا محطة الزور الأولى ابتدت التشغيل بشكل تجاري كأول محطة تجارية تنتج الكهرباء وتصدرها لوزارة الكهرباء. عندنا أيضا تجارب على شقين، شق اليوتيليتي سكيل وشق الديستريبيوتد. أضرب مثال هنا مجمع الشقائر للطاقة المتجددة كسنترلايزد رينيوبل انرجي باور ستيشن، تم تقسيم المجمع إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تم الانتهاء منها ولله الحمد، عندنا محطتين اليوم شغالين تصدر التيار الكهربائي منذ نوفمبر 2016 إلى وزارة الكهرباء والماء، هي محطة الشقايا لطاقة الرياح ومحطة الشقايا للطاقة الشمسية الكهربائية، اثنيناتهم قاعدين ينتجون تيار كهربائي أقل من 20 فلس، وهذه تعتبر محطات تجريبية. المرحلة الثانية من المجمع هي مرحلة بحجم 1500 ميجا وات لألواح شمسية تم تبنيها بالكامل من قبل القطاع النفطي الكي بي سي مع الشركات السيستر كومبانيز الكي كومبانيز، سوف يقومون بالتصدي للمرحلة الثانية بالكامل، تكون محطة خاصة بالقطاع النفطي وأطلق عليها مشروع الدبدبة للطاقة المتجددة. المرحلة الثالثة عبارة عن ثلاث مشاريع تم إعداد دراسة الجدوى وإرسالها إلى هيئة الشراكة من قبل معهد البحوث العلمية. المشروع الأول هو محطة طاقة شمسية كهربائية بسعة 1200 ميجا، المشروع الثاني محطة طاقة رياح بسعة 100 ميجا، والمشروع الثالث محطة طاقة شمسية حرارية بسعة 250 ميجا. طبعا هذه دراسات الجدوى أرسلت إلى وزارة الكهرباء في مرحلة الدراسة، وراح نشوف شنو المجدي منها يتم طرحها على القطاع الخاص. بعد ذلك سوف تتوالى مشاريع لتأمين اليوتيليتي سكيل من الناحية هذه. آخر نقطة هي نقطة الديستريبيوتد اللي هي أصلح المباني، المدارس، الوزارات، المنازل، مواقف السيارات،
هذه تم تنفيذ العديد من المشاريع، اكثر من 13 مشروع تم تنفيذه خلال السنتين الماضيين، وفي توجهات ايضا ان يتم عمل مشاريع استثماريه للقطاع الخاص، انه يجي ياخذ قطعه كامله يستاجر من كل بيت، يستاجر السطح ماله، وايضا يستاجر اسطح المدارس اللي في الحاره، ويتم تحويلها الى محطات طاقه يتم استهلاكها محليا، وبالتالي يخف العبء على شبكه وزاره الكهرباء والماء. ما راح اطيل عليكم، هذه الملامح الرئيسيه للاستراتيجيه اللي تم البدء فيها وتم ارسالها للجهات المعنيه، على امل ان شاء الله انها تعتمد في القريب العاجل، ومن ثم نبدا رحله الالف ميل اللي ان شاء الله خلال 20 سنه القادمه يتم فعلا ايجاد حلول ناجعه وفعاله لقضيه امن الطاقه، مو لنا بل لاجيالنا القادمه. مشكورين. يا ابن الشطاوي يا ابن شسمان. Okay, after this technical problem, I hope we can start. Okay, I was asked by the organizer to give my presentation in English, so I will proceed in English. My name is Dr. Arif Rebut. I'm the General Manager of Eco Environmental Consultants. We were established in 1999 as the first environmental consultation company who also deals with health and safety issues. And we have been working with a lot of international, local, and also companies in the state of Kuwait. My presentation today will not be conventional or classical. I will be talking in a different direction. And it is related to the issue being discussed today. The main theme or core of my presentation is that we need to be careful a little bit when we are going in the direction of using renewable energies. Now, we all know that by 2065, there will be very less demand on using oil worldwide, and this means that there will be less consumption also exporting oil from our countries or the GCC countries to most of the world countries. And this means that, you know, they will be having a lot of less revenues coming from oil to be used to support all development projects. And this is why we have to be a little bit careful to see exactly what are the risks and which direction we need to go when we are thinking about using renewable energy. We have to know first that climate change is not a new issue. The Earth history is a dynamic history in which most of the Earth history is the climate is being changed dramatically. Sometimes the Earth is very cold, sometimes it's warm, and sometimes it's very hot. For example, 50 million years ago, the CO2 emissions or existing was about more than 500 ppm. And currently, it is about less than 300 ppm. So at that time, millions of years ago, when there were no burning of fossil fuels, there was a lot of CO2 emissions. So CO2 emissions, in fact, is a normal, it's part of the Earth history. Now, why the issue of renewable energy started? In fact, if you remember, in 1973, there was a war between the Arabs and Israel. And one of the major impacts of this war is that the West started to think about how small countries that, you know, own this very important natural resource can control the world energy. And they started to think, okay, in which direction we need to go. Because if you remember in 1973, on October 19, 1973, the Arab countries started, including Iran and the Shah regime at that time, they started to do an embargo. And this embargo, in fact, impacted major states and countries like, you know, the United States of America, the United Kingdom, Japan, Canada, Netherlands, Portugal, and other countries. They were majorly impacted by this embargo. So the strategists of these countries, they were thinking it's better not to let small countries control the world energy, and we have to move into another direction. This is why if you see the history of environmental protection and thinking of renewable energy, in fact, it started after this period, after 1973.
So 1973 was the critical period in which the whole industrial world is moved into the direction of not using or not depending, thinking of not depending on the oil as a major energy source. Now, if we go to climate change as a theory, and this is why the current countries or the industrial countries moving towards renewable energies, they are thinking that because of the CO2 emissions and other greenhouse gases emissions, this is leading to global warming. So in the beginning, they used this term, global warming, and later on they changed it into climate change because they couldn't understand, is it really global warming? Because we have episodes in changing the weather suddenly from hot to cold. Now, as I said in the beginning, that Earth is a very dynamic system. And one of the things that can lead to CO2 emissions is eruptions of volcanoes. Now, if you remember or you study geology, you will know that the whole Earth was one continent. And this continent was known as Pangaea. Now, if you see from this image here that... If you see from the image here that the whole continent used to be one continent. And this whole continent was known to be as Pangaea. And you see that, you know, during the different geological times, you see that, you know, the whole continents, they started to depart and separate from each other. Until now, because of the plate tectonic theories, this means that, you know, the whole continents are based on plates, and these plates are very major and big, and these are moving because of the activities in the mantle of the Earth. So this movement of the plate tectonics leading to having a lot of water circulation pattern differences in the oceans and seas, and also to volcanic eruptions. And this is meaning that there will be a lot of CO2 also being released into the atmosphere. So I also, as I said in the beginning, long time ago, millions of years ago, there was concentration of CO2 exceeding 500 ppm. And at that time, there were no humans and also no industrial development. If we go to the next slide, this is at the AUC era, which is about 55 to 36 million years ago. The CO2 concentrations was above 500 ppm. And the whole continents, the continents or the area that used to be now cold, they were warmer. For example, palm trees were flourished in Wyoming in the States, which is a cold area now. And crocodiles lived in the Arctic. And the Antarctic was a pine forest. And deep ocean temperature was 12 degrees. And sea level was at least 100 meters higher than today. So it means that, you know, at that time also there was sea level changes, difference in temperature, and high concentration of CO2. Now there is three types of groups that speaks about climate change, and we have to know them carefully. Because to me, climate change is just a hypothesis, not even a theory. Hypothesis means it is a statement that we can use it to explain something. And we have three groups. First group, scientists, who believe that climate change is due to CO2 emissions from industrial activities that started in the 50s and the 60s. Second group are also scientists who does not believe that the little increase, which is by 1 degree due to CO2 emissions from industrial and human resources, is related to the increase or changes in the current climate. So we have two groups of scientists. One group believes that there is changes in the climate because of CO2 emissions due to human activities. And there's the second group who does not believe this. Now the third group, which is the motivators that leading to a lot of this fuss about climate change, is politicians and also companies. At the end of this presentation, I will give a list of companies who are promoting the use of renewable energies because renewable energy technology means more money to them.
It is a driving force for their economy and to make more profits. So one of the issues related to increase of temperature is plate tectonics, the movement of the plates that leads to more movement of the plates, and this is will increase volcanic eruptions and also to changes in the currents in oceans and seas that might lead in a way to changes in the climate. So plate tectonics is one issue that can lead to changes in the weather and not only industrial activities. The second one is the greenhouse gases effect, in which some theorize that CO2 can be an isolator in which it can let some of the 40% of X-ray that can reach us cannot be reflected, and also this can be leading to change in the climate. Earth orbit. We know that the Earth orbits the Sun, and this orbit is not completely circular. It is an ellipse. So sometimes the Earth can be near the Sun, and sometimes it can be a little bit away from the Sun. And these differences in the distance between the Sun and the Earth can lead also to warmer climate sometimes, and also to other times to colder climate. Now, one of the also indicators that the first group of scientists, for example, like the IPCC scientists, International Panel on Climate Change, which theorized that human activities and releasing CO2 are part of this increase or changes in the weather climate, indicate that we can use glaciers as an indicator of either the climate is being warmer or colder. If it is warmer, then the glaciers will be retreating. And if it is colder, then the glaciers will be advancing. So now there is also two indications. There is indication that some glaciers are being retreating, and at the same time, there is in other directions, in other countries, glaciers are being advancing. So if you see in the last sentence that they have been noticing that the glaciers, even in this time zone, is being retreating and advancing. So there's no strong indication that the current human activities are major contributors to climate change. There was a very important report released by the American Congress and by a group called the Minority Group. Now this report is And I think this report is very important for people who didn't read it, to read it, because there's also a new update on this report. Now, this report states that it is written by very important scientists who work in the field of the climate change. And what they wrote in this very important report is that there is no relationship between the current climate change and the human activities that might release CO2 or other greenhouse gases. So this is a very important report that can be used by people and scientists. That it was also written by scientists that there is no link between the current changes in the climate and the human emissions of CO2 and other gases. Now, why countries, they moved into the direction of protecting the Earth from the sudden changes or the increase in temperature? Because in Rio Declaration, which is in the Earth Summit, that held in Rio de Janeiro in Brazil in 1992. They came with 27 principles or a declaration called the Rio Declaration. This declaration contained about 27 principles. And principle number 15 is the precautionary measure. And this precautionary measure means that countries need to take into consideration, just in case that climate change was not a fact, or can be a fact, or can be a hypothesis or a theory, still we have to consider that as a precautionary measure that countries need to work in order to minimize the impact of CO2 emissions. Now this led so many countries to put a lot of money and efforts into doing a lot of changes in their policies, strategies, engineering activities to
be in compliance with the requirement of doing some kind of changes to deal and manage the hypothesized climate change. Some countries, they couldn't, like, you know, some poor Asian countries and African countries, they couldn't do these changes because they are very poor and they have to take a lot of money from the Western world or industrial world in order to do these required changes. Just a time, I want just to move a little bit. I want to quote Tony Blair, the ex-Prime Minister of UK, and I had the chance to be a consultant with him 7 years ago. He was writing a report about Kuwait 2035. So I was asked by him, and also I joined him, accompanied him to several areas in Kuwait, and I wrote part of their environmental report. Now, Mr. Tony Blair, he had a very famous statement I would like to quote, and it indicates how much politics there is in the climate change issues. He said this issue is almost the most pristine example of modern politics. So there is a lot of politics in the issue of climate change. I can think of it illustrates that challenges are global, therefore they require global solutions. And global solutions require global alliances, and global alliances will not work unless there is a shared interest. So if there is no share of interest between companies and politicians to raise this new culture of the climate change, so most of the Western companies can work and also they can increase their revenues, then it would be very difficult to sell this idea of climate change and to introduce renewable energies. I would like just to conclude by giving the last slide, and I want you to concentrate on this slide. You will see that most of the companies that deal with renewable energies or issues related to technologies that can be used for dealing with or managing climate change are companies who control the world economically and also politically. You see, for example, Mitsubishi, Hitachi, Japan, American Gas Association, Statoil, which is one of the biggest Norwegian companies in the world, and Exxon and British Coal and others, they control a lot of the new technologies that deals with renewable energies. So you will see that most of the this hypothesis of climate change, at the end it will be benefiting the industrial world, and we are the most countries that will be hit by this changing of the impact of the oil revenues that will be less. Because if you go the direction of using renewable energies, it means that there will be less dependence on using oil. And oil in these countries is the major revenue for the whole country. So renewable energies moving in this direction means in the future that you cannot sell your oil. You cannot use that much of your oils to cover your expenses as a country. So I wish that, you know, in Kuwait we have, not only we put strategies to move the direction of using renewable energies, but also to think about what are the impacts of going into the direction on the country economy. And thank you very much. دعوتي أدري إليكم خلال الأيام اللي فاتت بس إن شاء الله everything's fine. I'll talk about the challenges accepted. The energy of Kuwait, fuel will core business. Let's just a quick introduction. طبعاً as or تعرفون KPC عبارة عن conglomerate of 8 subsidiary plus the KPC. والKPC is interested in تسوي the optimization of the value of the Kuwait hydrocarbon resources من خلال تعزيز التكامل بين كافر وشبا وتقديم القيمة للموارد الهيدروكربونية. طبعاً آخر
subsidiary joined us كانت last year اللي هي شركة كبريك اللي هو Kuwait Integrated Petroleum Industries Company واللي راح تشتغل في منطقة الزور ومسؤولة عن مصفات الزور ومرافق استيراد الإنتاج مرافق استيراد الغاز وبالإضافة حق مشروع البتروكيماويات. If we focused on KBC's 2040 strategic direction, طبعاً استراتيجيتنا في المؤسسة تركز على more growth and further integration. يمكن اللي خاص التوجهين اللي خاصين في محور المناقشة اليوم هو as a KBC with our strategic direction calls for meeting Kuwait's current and future energy demand by providing an economically and environmentally friendly mix of fuels as well as strategic power. هذا دور مناط للمؤسسة في توفير الوقود الأمن البيئيا واقتصاديا وهذا المؤسسة أنشأت على أساسه وتقوم في هذه الأعمال منذ إنشائها. الاستراتيجيك دايركشن الثاني واللي هو برز كأحد أهم الترندز في المرحلة القادمة هو utilization of renewable alternative energies and other energy sources where it adds values to KBC businesses. من هذا المنطلق مثل ما قال دكتور سالم حجر ان احنا ان شاء الله ناويين نبني مشروع او نبني مبادره مشروع الدبدبه وراح تكون الانتاج تقريبا 1.5 جيجا وات. We looked at the facts الخاصه بهذا الموضوع طبعا overall Kuwait's energy requirement will continue to grow and it's growing higher than سواء كان region or worldwide percentage. We're growing at almost 6%. طبعا with the GDP growing further في المستقبل إن شاء الله Kuwait is expected to see حتى an increase في الصرف على government with industrial areas and this will coupled with the increase in population كلها راح يأثر على الطلب على الطاقة في اللونج رن. بالإضافة لذلك إن إحنا ككاستمر ككونسيومرز داخل الكويت في ليميتد انسنتيف إن إحنا نروح ونسوي ترشيد للطاقة الكهربائية. السبسيديز الموضوع على تعرفة الكهرباء وايد قاعدة تأثر في الطريقة اللي إحنا قاعدين نتعامل فيها ككونسيومرز مع الموارد الناضجة ومع الكهرباء والماء في دولة الكويت. وبالتالي ما في انسنتيف حتى انا كمواطن ان ارشد استمرار الكهرباء. طبعا من الفاكتس اللي موجوده الحين وات وير وركينج عليها تو اوفركم ان كرنتلي وير يوتلايزنج هاي سلفر فيول اويل وكرود اويلز ار بينج بيرند بالذات في فتره الصيف ويتش ويل كوز سيجنفيكنت بليوشنز. بالاضافه الى ان هناك significant uncertainties في supply demand اللي looking forward up to 2040 لأن أي مشروع إحنا راح نقوم بتنفيذه سواء إحنا أو وزارة الكهرباء مبني على هذه التوقعات فهناك significant uncertainties coupled مع هذا البالانس سيناريوز وبالتالي تعطي تحط المؤسسة تحت ضغط كبير على أساس إنها تميت هذا الطلب في الوقت المطلوب من وزارة الكهرباء. One of the things واللي احنا we're pushing حتى الورقة البيضاء اللي الدكتور سالم ما قصر highlighted انه ما في عندنا coordinated effort على مستوى الدولة بحيث انه يكون عندنا مجلس اعلى للطاقة او فورم حق coordinated effort في هذا الموضوع وبالتالي things are being done as an ad hoc وبناء على مبادرات شخصية من الجهات المختلفة في الدولة. Last but not least, one of the things إن الoptimization حق البالانس اللي هو سواء كان in terms of supply and demand requires stronger coordination between the countries power and oil sector. كقطاع نفطي كوزارة الكهرباء we have been working together hand in hand في الفترة الماضية لبناء هذه supply demand. بس المشكلة تأتي في إن هناك جهات أخرى مرتبطة بهذا supply demand بالأخص اللي هو مشاريع الإسكانية لأن هي لها الـ biggest impact على هذا الـ energy supply demand which requires in a future further coordination. If we looked at شنو the look of the demand evolution خلال الفترة القادمة طبعا احنا لأن we just updated our strategy up to 2040 فاحنا we took this one as the latest update from the MEW. What we're seeing إنه هو there is a continuous growth في demand
راح يزيد من تقريبا 3.22 بليون بي تي يو in 2020 يوصل تقريبا almost double لحوالي 6000 بليون بي تي يو per day by 2040. هذا in terms of gigawatt, we're currently we're talking about currently we have around 13.4 gigawatt in consumption in Kuwait, and this translates to by the end of the plan period, تقريبا 34.7 or 6 gigawatt consumption داخل الكويت. طبعا one of the biggest challenges في الكويت هي fluctuation بين الصيف والشتاء. فحتى كمشاريع قاعدة تنفذها المؤسسة we don't have the flexibility إن we meet both يعني we have to put lots of investment just to meet the fluctuation اللي قاعد يصير ال higher demand في الصيف. فإن order to meet these energy demand والgrowth اللي قاعد يصير في دولة الكويت حطينا huge investment من ناحيتنا كقطاع نفطي، وأهم ثلاث مشاريع أو programs قاعدين we're following up هذا in terms of the conventional energy or fuel. We're exploiting the Jurassic fields to produce more free gas. We're expediting how we're approaching the اللي هو تطوير الغاز الحر في دولة الكويت عشان نضيف ما نصير dependent على بس ال import. We're constructing a zone refinery which is going to produce the low sulfur fuel oil to meet the requirement like steam turbines. وكذلك we're building an LNG import facility, a permanent LNG import facility to import the LNG من خارج دولة الكويت. هذه أهم three programs اللي احنا as قطاع نفطي we're pursuing بالفترة القادمة. بس to meet also the renewable part to support رؤية صاحب السمو أمير البلاد we have already gone through the first project يعني material project هو مشروع سنترا 500 وهو the first project في العالم اللي يستخدم solar energy لتشغيل electrical submersible pumps في الآبار to extract the crude oil. الأوبجيكتيف راح يكون إن راح يقلل انبعاثات CO2 بمقدار تقريبا 250 ألف واللي عادل 500 ألف شيرة تبين بلانت. طبعا الحين الكباسيتي 10 ميجا وات للمشروع وإن شاء الله it's gonna come. The other project هو شقاية سولار باور بلانت وهو راح يكون part من مجمع شقاية للطاقات المتجددة. طبعاً إحنا بدينا نحاول to produce or generate 1 gigawatt which is equivalent حق حصة القطاع النفطي من 15% اللي being targeted. طبعاً هذا 1 gigawatt will prevent 5.2 million barrels of fuel oil burn خلال السنة. Will be constructed over على مساحة 32 كيلومتر مربع. راح يقلل الانبعاثات CO2 بمقدار 1.2 مليون تنز 1.29 مليون تنز خلال annually ومتوقع ان شاء الله تشغيله في ديسمبر 2022. This talks about اهم المشاريع اللي احنا we're undergoing and how we're trying to meet متطلبات وزارة الكهرباء والماين ومتطلبات المجتمع داخل الكويت. This puts lots of pressure علينا كقطاع نفطي to achieve these programs and these projects بما يتماشى مع الخطة الإسلامية وما يتماشى مع متطلبات وزارة الكهرباء والماء. This is where we are today. أولا أحب أتشكر من زملائي الفرسان في المستشفيين لأنهم أتوا ندوتنا وخذوا أبعاد معظم الأبعاد الخاصة بتحديد الندوة. بس أنا حابة إني يعني أطلع على البارت الخاص فينا كإنجليزي. يبلي. بس هذه نظرة أنا حطيتني إنجليزي لأساس يكون سهل الشغل. حطيت نمرة ضلها conventional plant هي cogeneration. عندنا دشة عندنا
technology has really definitely a combined cycle, and then have a combined cycle with cogeneration. وراح نزيد الافشنسي من هذا الامر، وبالاضافه الى محطات الطباعة الخاصة. جنرالي يعني احنا تحديات كبيرة تواجهنا مع القطاع الخاصي في تحديد احتياجات الكهرباء على المدى الطويل، لان في بيج انسرتينتي سواء من الدومستيك ديماند. لذا احنا قاعد ناخذ the most realistic data، ناخذ السيناريو اللي more applicable with a confirmed policy. يعني ممكن احنا demand we can cut it more than that، بس بدا nothing is solid yet. We try to make it as realistic as possible. We don't take the high demand what the housing capacity, we take something normal, and we don't take any the very efficient measure in our account because it needs to be confirmed. هذا الديماند اللي احنا وصلنا له مع اخر تحديث مع القطاع النقدي، مثل ما قالت المهندسة شيماء، our expectations ان our power plants at peak hours in 2040 reach 34 gigawatt. بالمقابل يعني هو ما يقابل يعني almost double our existing capacity. بالنسبة للwater plants expected to be 60% additional capacity for water. بالنسبة renewable energy as you know our MEW description about renewable in 2030 it is 50% of the peak demand at 15% share of peak demand. You can see the curve, the orange one is showing 15% at 2030 and almost 21% in 2040. Where it is the actual share, capacity wise, is only 5% in 2030. So scenarios, what is the fuel demand under these? Fuel demand as not only for the demand side control, also the power station type. If we're going to more efficient plan, it is linked with the fuel availability. And at ASAS, we do four scenarios with many assumptions. The first scenario assumes that all new power stations after Zurnar to be combined cycle, to be steam turbine, conventional steam turbine, which is an inefficient strategy. Other three scenarios going more with combined cycle with a different assumption. The first one, all the plants going to be combined cycle. The other one, exception of Khairan 1 and the exception of Shawasik. We can see when going to more efficient plant for that KSP, we are saving almost 20% of the energy. For KSC, around 18, KSC, 16. And C and D, it might be the actual case, depend on some political and delay and tendering problem. Okay, we have many challenges, as we say. In the demand side, no certainty in the housing program. We are seeing that the housing program is delaying for 10 or 15, 10 years delayed, where they keep the adding, updating, but make it in a shorter term. Our demand, we're just taking assumption 12,000 housing per year, where they're, in the requirement, they are asking about 20,000 per year, which is in. Not in our capability with the current way of consumption, but it can be visible, we can do it if we go with efficient measures in demand and supply side. Also, for demand side, we have a lack of known projection for the future industrial and government, commercial demand and growth. It's not the overall what we have, it's only maybe 10 years certain. Other than that, it's dependent on the GDP and Kuwait income
and Kuwaiti and Kuwaiti would have high uncertainty and we don't have any actual data for that. And our supply side, uncertainty is also in the fuel advanced technology. Because of that, we built many scenarios and are waiting just to take a decision which scenario is the more likely to do. Also, we have decommissioning plans for our old plan. These decommissionments keep delaying, and which is making big role at the end of the energy demand request, because we commissioned this area commission, or not area, as a time commission of our old plan, the demand efficiency will be improved because this plan's old and consume huge quantity. And it's making a big change in the outcome of the energy demand. Also, we have difficulty linking our plant projects with the infrastructure, fuel, and other, because it is the routine work in our cycle and KPC cycle and other cycle, making it hard to link it in order. Also, in the supply side, there's some challenges also to introducing the private sector with the way now is we have to take most as a base load to interact with the time frame. We have to take all the what they are giving, not depending on the efficiency or our demand. It is very challenging in the future if we are doing more than with the private sector. For renewable side, first, for our renewable cannot be regarded as a firm capacity. Backup always have to be there. However, that backup is different in our country, the way Alhamdulillah in Kuwait, our solar is the same of our demand, not like European country. So it will be a good share. However, there will have to be always backup for renewable. Another thing, the big impact of huge or high scale renewable energy, especially if it is in one side, a side, in our grid is very high. A grid with more renewable share, it's a weaker grid. And some other measure, and it will affect also our operation of the conventional bank. I will go for the demand side, because it's all known that everybody know that the tariff is the main part of subsidiary redistribution, existing built-in energy management, which is retrofitting, integrated water resources management, control, new building efficiency, public awareness, regulation, and policy. This is all what we are talking maybe in the white paper and talking for a long time. And this is what we need, a firm or a separate institute to control the energy in the country. The main part for us as NDW, the supply side, it is the shifting toward the most efficient technology in power water generation, which we as a technology, we are willing to go forward with it. Maximize use of the RO plant, which is the efficient, less energy demanding. Accelerating transmissions and distribution initiatives, such as introducing smart metering distribution, retrofitting for power factors correction. Smart integration of utility BB in the power grid, but it is have to be, as we say, it's a smart integration. Maximizing gas supply for station with control gas quality at supply side. This is the main thing that we're willing to go. We have a secure supply of gas. We can go more efficient technology, but however, it will be only depending on a fuel that cannot be stored. And it is imported from outside. Justification, limitation of all plants as their efficiency and life expectancy. We have, as I say, there's many plans for decommissioning, however, delaying in our future projects, keep delaying the decommissioning, and that's affecting the efficiency and the fuel demand, it's increased the fuel demand. Improve efficiency of the system power installation plan. This is internally as operation measures. Optimize cogeneration, combustion development, minimize
observing consumption, refreshment plan, producing an air cooler, which is improve even the efficiency of the our efficient open cycle. It will make it more efficient, maybe by 5% or something. Economic dispatch board toward lower fuel operation cost. I want just to explain more with the combined cycle, because this will mainly affect 20% reduction in energy demand for the road board. The combined cycle is lower generation and capital cost, lower emissions compared to the conventional steam turbine, especially if it is with the liquid fuel. Lower build time, allowing power as an open cycle, less emitted by the cycling operation required for competitive with renewable. We have more combined cycle, it will be more linked, easily linked with renewable energy. Lower startup and shutdown time, this is because it's becoming more competitive with the RE. And it's also prepared by investors. We are assuming that most of our new power plants is going to be in for private sector. This is the more prepared by investors. But the disadvantage that we can cover a security of gas supply, and that's what by introducing permanent LNG, and what they are saying that it will be there is a storage maybe 10 days or more, and there is a secure contract with the LNG support. Maybe this is, if we consider it is secure as a quantity and also as a quality, they are doing some study to ensure that the quality is firm. Management of gas quality fluctuation, as I say, the quality is very important, and it's under for KBCIK company to ensure the take the quality as needed required. Permanently we will depend on LNG, but it is as a secure supply dependent of the overall decision of the country, because there will be always a backup gas oil for any political or insecurity. We don't go for any combined cycle unless there is a backup in Kuwait for any emergency cases. Combined cycle cogeneration operation is less flexible. As we say, our existing power plant is a cogenerator, but with a conventional plant, steam turbine. It is very flexible with water. We have an experience our Shreve North. This is the first plant of MEW combined cycle with power cogeneration. It is very difficult to operate. We have, like our MSF, it's not flexible. The plant is very high efficient. However, you have to operate it. If we shut down the distiller or some more, it will be really inefficient, and any benefit for going to combined cycle will be not there. So, going to combined cycle alone, as I'll see in the second slide, going to combined cycle alone and having RO as to cover water demand is the most efficient. This is a comparison, this is by Lamayer in the game of this comparison. We assume that we have a plant around 1,300. It is in combined cycle, this is, we can have a one unit like that. For steam turbine, it will be maybe 600 or something. For investment, for combined cycle, it's more than double for the same capacity. I'm talking about it. Or steam turbine is much higher, especially and for combined cycle with gas oil fire is a little bit lower investment, but for the efficiency it's less efficient. For efficiency for steam turbine is much less efficiency, between 15 to 66 if we compare it with the combined cycle along with the cogeneration steam turbine. Also, the device cost is much different there, and the emissions also will be much reduced by the combined cycle. We have some exercise also in MEW, and this exercise we also work it with the value chain optimization in the KBC to have a most economic dispatch for fuel and land utilization in order to reduce
the fuel consumption and increase the efficiency. The most the most things is important. It is to utilize more in CCGT, the existing CCGT, utilize more in our existing RO, and minimize the fuel consumption, gas oil consumption in gas turbine, maximize gas in gas turbine also, modify GT blind tolerance because so we can accept any gas quality, the energy can be returned in the future. And the most important thing, as we say, is to ensure the security of supply. I can see this one for economic dispatch. We are make this exercise in 2016 to see how much our utilization from our existing plant. We see the steam turbines, the first graph. It's swinging monthly, daily, as the demand. But it is, demand is considered a little bit normal. For combined cycle, it is highly utilized in summer. However, we are mostly shut down most of the plant in the winter, which is not efficient because of the cogeneration requirement for water, and sometimes the business as usual would go to the conversion center fine. Also, this one is showing also the share of the gas for both steam and gas turbine and gas oil firing. Our target to cut the fuel and the demand to have more efficient, we are targeting to reduce this is the gas oil in the second figure for the future. راح ننتقل حق الحلقة الحاشية والأسئلة. سؤال موجه للجميع، شنو أهم التحديات اللي تواجهكم وأفضل الحلول؟ طبعا أهم التحديات تم استعراضها على مدى المحاضرة، يعني المحاضرات الأربع، لكن نوجزها بعملية أهم تحدي واجهنا أسلوبنا في الاستهلاك. مهما نوعنا وزدنا محطات طاقة جديدة مع قيمة الوقود والقيمة الاستثمارية لإنشاء المحطات مثل ما ذكرت المهندسة سناء، ما راح تكفي كمية الاستهلاك اللي قاعدين نستهلك اليوم. أتوقع أول وأسهل خطوة ممكن نتخذها إذا تجاوزنا التحدي الأول هو تصحيح أسلوب استهلاكنا للطاقة. طبعاً يقول عن طاقة يطلق على المياه لأنه مربوطين الطاقة. برأيي إذا قدرنا نتجاوز هذه المعضلة قد تخفف من حدة التحديات الأخرى مثل تنويع مصادر الطاقة بدل ما نعتمد على النفط والغاز، ممكن ولو جزء بسيط نعتمد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تقنيات تخزين الطاقة اللي راح تجي تقريبا خلال 5 إلى 10 سنوات القادمة. راح تظهر تقنيات تخلي باستطاعتنا نخزن الطاقة فترة تكون ما في ذروة ونستهلكها وقت الذروة. هذه موجودة في بعض المباني وحتى المنازل على مستوى المنازل في دول في أوروبا وأمريكا الشمالية، أن البيت يكون عنده نظام بطاريات بسيط، لأن هناك تعرف تتغير خلال اليوم، خلال 24 ساعة، الساعة 11 الظهر سعر، الساعة 4 العصر سعر، بالليل سعر، فهم مثلا بالليل تكون أوف بيك، يبدأ كل وقت صاحب البيت يشحن البطارية مال بيته، لما توصل وقت الذروة ما ياخذ من الشبكة لأنه غالي. يبدأ يأخذ من الكهرباء اللي جمعها خلال الليل، فهذه كلها راح تجي. بس المعضلة الوحيدة اللي أشوف حتى الوزارة عمليتنا تقدمت العام، رفعوا أسعار التعرفة ومع الضغط البرلماني تراجعوا، هذا خلى المهمة أصعب.
لأن لو ما بدينا وتراجعنا كان أفضل، يمكن موقفنا يكون أفضل، بس إن نتقدم ونتراجع أتوقع المهمة راح تكون صعبة على متخذين القرار اللي يواجهون البرلمان، اللي يواجهون الشارع. لازم نشوف لنا طريقة عملية نقنع فيها المستهلك إن الشيء هذا إذا ما اتخذناه اليوم راح يكون تكلفته علينا باهظة في المستقبل. أتوقع نركز على التحدي الأول والأهم اللي هو تعديل نمط استهلاك. أنا أعتقد أول شيء في إحنا عندنا مشكلة متعلقة بالتركيبة السكانية. الاستهلاك الكبير اللي عندنا مو بس بالكويتيين، إحنا عندنا تقريباً أيضاً أكثر من 3 ملايين يعني وافد يقدمون خدمات بعضها مهمة للكويت، بعضهم قد يكون هامشية. بالتالي إذا إحنا ما عالجنا هذا الخلل التركيبة السكانية راح يضل استهلاكنا جدا كبير فيما يتعلق. تصور احنا لو بالكويت بس عدد السكان الموجودين 1.25 مليون، قولي 2 مليون، اكيد استهلاكنا حق الكهرباء ما راح يضل نفس الشيء، اكيد راح يكون اقل. الشيء الثاني بالنسبه حق التحديات، مثل اي تكنولوجيا جديده اذا انت ما عندك البنيه التحتيه لها ولا ايضا عندك الناس مدربين لاستخدام هذا النوع من التقنيه راح يكون هنا ايضا مشكله. أنا بالصيف زرت اليابان وزرت تايوان وشفت في جانبك، لأن سعر الكهرباء عندهم جداً عالي وإذا زاد استهلاكك يرفعون، يعني مو تسعيرة ثابتة. فاستخدامهم في البيوت مثلاً في تايوان تلفزيون، ثلاجة، الغسالة، هذه كلها على السولر. ولكن يواجهون أيضاً مشاكل أخرى، إن كثير من الطاقة اللي تولدها الخلايا الشمسية، هذه الخلايا بعد فترة ما يمكن أن تعطي شمس الإفشنسي، فتروح كنوع من المخلفات، تعتبر نوع من المخلفات اللي هي الهزرس. فكيف يتم أيضا التعامل معها؟ هل إحنا مستعدين بالكويت ليكون عندنا استخدام واسع كبير بعد ما تنتهي العمر الافتراضي لهذه الخلايا بعد 15 أو 10 سنوات، إن ممكن إحنا نتعامل معها بطريقة صحيحة، ولا راح يكون عندنا مشكلة في التعامل معها؟ ومثل ما قلت أنا في محاضرتي، لازم إحنا نفكر أيضاً وين المصلحة القومية حق الكويت. إحنا دخلنا في عمق زجاجة، مثل ما قلت الكويت في مو الكويت، العالم في 2065 قاعد يمشي باتجاه عدم استخدامه وعدم الاعتماد على طاقة البترول والفحم بشكل أساسي، وبالتالي قاعد يتجهون إلى الطاقات المتجددة. شنو تكلفة هذه الطاقات المتجددة لو إحنا نبنيها ونستخدمها بالكويت؟ إذا العالم قد طلب على النفط، شنو ضرره الاقتصادي والسياسي؟ يوم يكون في هناك ضرر اقتصادي راح يتبع ضرر سياسي، شنو التغيرات السياسية اللي ممكن راح تصير؟ وأنا أعتقد الموضوع لا نفكر فيه بس من ناحية البيئة، لأن الناس اللي هم فكروا في هذا الموضوع كان عندهم اعتبارات سياسية وليس اعتبارات بيئية. ومثل ما قلت العالم في علماء يجدون في علماء مختلفين، والناس اللي يحركون هذه القضية في العالم كلهم هم التجار وهم أيضا السياسيين. فلازم إحنا نفكر يكون في هذا النوع من التفكير الاستراتيجي في كيفية التعامل مع هذا الموضوع. يمكن أنا كمؤسسة بترول الكويتية من أهم التحديات اللي نواجهها هي أن في مشاريع تكلفتها 3 برامج اللي أنا ذكرتها تقريبا إجمالي تكلفتها 10 بلايين دينار كويتي. فإذا ما كان الديمان صحيح وبالتالي هذه المشاريع نشت في وقتها، هذا طبعا بس التكلفة الرأسمالية، ما شفنا التكلفة التشغيلية اللي راح تتبعها. فجزئية الديمان اللي هو الديمان كنترول جزء منها راح يكون تفعيل اللي هو الأسعار وإعادة هيكلة تسعيرة الكهرباء، بس في جزء ثاني إن إحنا المفروض نخلق ثقافة الترشيد في مجتمعنا الكويتي، في مجتمعنا بصورة عامة. لازم الكود للبناء يتفعل بحيث إنه يكون مور إفيشن وأفضل، بحيث يحافظ على شنو الإنرجي إفيشنسي في المباني اللي قاعدين نبنيها. نحرص على المباني الخضراء، نبني مباني خضراء يعني هو أهم شيء ثقافة الترشيد، يعني لا ننظر إن تغير تسعيرة الكهرباء ولا غيره، نخلق هذا النوع من الفكر بحيث إن الناس دائما تفكر في هالشيء، وبالتالي راح يكون
الطلب متماشي مع النمو الطبيعي، وأن كمؤسسة نقدر نبني مشاريع اللي تماشى مع هذا الطلب يعني المأخوذ. بأكد اللي قاله الدكتور سالم إن أهم التحدي هو الديماند يعني المتزايد مع التعرفة النازلة. يعني هو تحدي كبير للوزارة، يمكن صار لهم 20 سنة يحاولون بإنتروديوسينج التعرفة، وهذا يعتبر إنجاز اللي تم على أرض الواقع، يعني على الأقل خطوة قدام، لا نرد إحنا صار لنا 20 سنة وي آر ترافلين يعني. فالتعرفة مثل أنا يمكن مهندسة شيماء قالت إن سياسة الترشيد يعني هو يعني كل الميجرز حق الديماند سايد ممكن هذا يوسفل، بس أهم شيء هي التعرف. لو تشوفين بأمريكا ولاية من ولاية الاستهلاك الثلج يختلف على حسب التعرفة، يعني هذا هيومن طبيعة الناس، يعني ما لم نسين جيبة راح يكون يعني استهلاكه ما راح يقل مهما حطيتي سياسة. سياسة تنبني الأهل يبنونها بعد ما يكون التعرفة عليه على ما. ومثل ما قالت أخت شيماء إحنا نشاركهم الهم يعني big uncertainty على our new plan حق power plan. إذا كانت الاحتياجات والديمان مو ما هو مطلوب، فيصير تحدي كبير إن إحنا نوازن بين الطلب المشاريع الجديدة housing مع محطاتنا. إذا أنا جبت محطات جديدة ومعظمهم قطاع خاص، أنا مش مضطرة أشغلها كلها، بس إذا تأخرت مشاريع الإسكانية أنا كشاب راح تكون علي بخسارة، مضطرة يعني أسكرها أو أسكر بلان ثاني مهم عشان وأنا أريد دافع كوميتد يعني إن الديماند قل ومشاريع متأخرة. عندي سؤال أسألك. عندي سؤال واحد أخلصه وبعدين ننتقل حق أسئلتكم. شو رأيكم بإنشاء كيان مستقل تناط به مسؤوليات استراتيجية وأمن الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات الرئيسية ذات العلاقة؟ هل أنت مع أو ضد؟ وهذا راح ينعكس بشكل سلبي ولا إيجابي؟ بالنسبة لنا يعني هذا يعني طموح وايد حلو، لأن جزء كبير من يعني الضغط والحمل مال الاستراتيجيات والطاقة يعني تتحملها الوزارة، وكأي كجهة مطلوب منها إعطاء خدمة الكهرباء والماء، ومطلوب منها تحديث المدونات، ومطلوب منها يعني يعني السعد الترشيد تقليل، يعني في أمور وايد مناطة بالوزارة هي تعتبر كل منها كممكن تكون انتيتي بروحها. فوجود يعني مؤسسة أو شيء اندبندنت أو تحت مظلة عليا راح تقوي السياسات أو يعني القوانين المفروض تطلع وتسندها، ويكون شغل يعني مناط بوزارة مو صاحبة قرار على مؤسسات الدولة. إحنا في مؤسسة البترول الكويتية مدينا التوجهات الاستراتيجية في 2008 وبعدين استراتيجية الطاقة في 2010، كان واحد من المتطلبات الرئيسية للتنفيذ وهو وجود مجلس أعلى للطاقة بأي صورة كانت، يعني أو ممكن إعادة تعيين اختصاصات بعض المجالس أحد المجالس الحالية، أو إنه يكون مجلس أعلى للطاقة متخصص في هذا الموضوع. في أجزاء وايد عند وزارة الكهرباء، في أجزاء عندنا كمؤسسة، في أجزاء عند الهيئة العامة للرعاية التقنية، في أجزاء ممكن كسر أو كيفس يساعدون فيها من ناحية التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة. فماكو جهة بروحها تقدر تقوم في هذا الدور بأكمله، فمطلوب أن تكون في جهة هي تكون مسؤولة عن الاستراتيجية، وهي مسؤولة عن إدارة المشاريع أو النظر في تنفيذ المشاريع. طبعاً هو راح يتم تنفيذها من قبل الجهات، بس نتأكد إن يعني يمشون حسب الخطة الزمنية، ماشيين مع الطلب وغيره من وتفعيل يكون لها دور وايد مفعل، حيث إن تكون سلطة أعلى من هذه السلطة وتدعوهم حق تنفيذ هذه المشاريع. أنا طبعاً أيد أن يكون في هناك هيئة خاصة للطاقة في الكويت، لكن بشرط أن يكون الشخص اللي راح يحطونه يكون مختص وما يجي اعتبارات يعني طائفية أو قبلية أو سياسية. المهم أن يكون إنسان مقتدر،
عنده قدرات فنية، وفي إخوان الدكتور سالم عندهم خبرة في هذا الموضوع. أهم شيء هي إنسان متخصص، لا يكون الفكرة إن إحنا بنسوي هي عشان واحد إحنا بنعطيه منصب. أعتقد إنه وايد مهم إنه يكون في هناك إنسان مختص عنده قدرات علمية وإدارية ومجتمعة إنه يقدر يعني يتعامل مع هذا الموضوع المهم. بس أنا بدي أضيف إضافة على السؤال السابق اللي سألته الأخت، إنه مثل ما قلنا على موضوع المخلفات المتعلقة في الخلايا الشمسية، أيضا الويند فارمز والويند تيرباينز فيها مخلفات خطرة، وحتى أثناء تصنيعها جدا خطر. يعني في هناك شيء يسمونه غير ميتلز، غير ميتلز هذه 95% منها محتكرة الصين، وعشان يطلعون هذه غير ميتلز يستخدمونها في الويند فارمز، يكون في هناك دمار هائل في مناطق اللي موجود فيها التعدين في الصين. بالتالي احنا مو لازم بعد نفكر في تكنولوجيا اللي هي مفيده لنا لكن قاعد نضر ايكو سيستمز وانظمه بيئيه في مجتمعات اخرى. بالنسبه للهيئات اعتقد المجتمع صار عنده حساسيه من كثره الهيئات، خصوصا الفتره الماضيه كثير من الهيئات طلعت، وبعضها طاف لها 5 سنوات لحد الحين مو قادرين يشتغلون. يعني أكيد إحنا تقدمنا فكرة إنشاء هيئة أو جهاز جديد سياسياً غير مقبول، التوقيت جداً مو مناسب، لكن أتوقع الأقرب أن ترفع أو تضاف إلى مسؤوليات المجلس الأعلى للبترول حسب استراتيجية وزارة النفط أن يتحول إلى المجلس الأعلى للطاقة، بحيث أنه يشمل الطاقة بشكلها العام مو فقط البترول، لأنه خلاص البترول تقريبا مجلس إدارة الكي بي سي قاعد يحطي كل ما يتعلق في البترول، فالمفروض يعني والأسهل والأنسب أن نفس الاقتصاد نفس المجلس يغير اسمه ويضاف له شق يتعلق في الطاقة. هذا فيما يتعلق في المجلس، لأن هذا التشريع اللي نحتاجه اليوم السلطة التنفيذية، من اللي بينفذ ويتابع تنفيذ هذه الاستراتيجيات ويضمن انها قاعده تنفذ بشكل صحيح. اعتقد نحتاج جهاز تنفيذي ولو بسيط، بس تكون عنده السلطه انه يدخل على هيئه عمل اسكان، يدخل على وزاره الكهرباء، يدخل على كيفاس على التطبيقي ويحاسبهم اذا كان في هدر سواء مياه او طاقه، لان هذه اذا ما سويناها الان راح يعني بيرسون يكتشف ان احنا استنزفنا كل اللي عندنا من مصادر طبيعيه. دكتور شنو دورك في دفع عجله التطور ووضع استراتيجيات في المرحله الانتقاليه على ما احنا نلقى هذا الكلام؟ مثل ما شفت احنا انجزنا استراتيجيه اشتغلنا عليها 3 سنوات وراح ونقلناها الى مجلس الاعلى للبترول ستناقش قريبا ان شاء الله في الجلسه القادمه. ايضا نقلناها الى مجلس الاعلى للتخطيط وسوف تناقش ايضا في المجلس ومن ثم ترفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار. فاحنا نتاملنا خلال العام هذا يطلع شيء يرتب الموضوع هذا ويعطينا انطلاقه ان خلال 5 سنوات لازم نوصل للهدف اكس، 10 سنوات نوصل الى هدف واي، نكون حاسبين خطواتنا للسنوات ال20 القادمه ويكون في شيء نقدر نحسبه. أرقام نقدر نعلنها نهاية السنة. الآن الموضوع بدون مقياس، وبدون مقياس متخذ القرار ما عنده أي فيدباك يقول والله إذا الخطة هذه أو الاستراتيجية هذه فعلاً قاعدة تنفذ بالشكل الصحيح أو لا. فإحنا نبي بعد ما تكتمل الخطة يصير لها آلية تقييم ومتابعة واضحة سواء المستهلك أو المتخذ القرار. دكتور علي، شنو دور قانون حماية البيئة في مساندة في حق الطاقة؟ القانون اللي طلع في 2014 قانون 42 ب 2014 اللي معدل في القانون 99 2015 في امور كثيرة يتعلق فيها في ضرورة اللي هو الحفاظ على الطاقة وعلى استهلاك المياه، وايضا التطلع انه يكون في هناك يعني تطبيق للطاقات المتجددة، وأيضا في هناك عقوبات جدا شديدة على الاستهلاك المفرط، الناس اللي يستهلكون يعني مياه مفرطة في هناك عقوبات مالية عليهم. أنا أعتقد أن في شيء وايد مهم بالنسبة لنا أن احنا يعني نطبق أول شيء على نفسنا، احنا نبدأ في التطبيق،
أنا دائماً أعتقد أن لدى الحكومة تسوي، لدى الحكومة هي تأخذ قرار. أنا أعتقد أن مثل في حكمة يقول ما معناها أن أردت أن أغير العالم عندما كنت صغيراً، وعندما كبرت أريد فقطاً أغير نفسي. فأعتقد إحنا يجب أن نبدأ في نفسنا. يعني أنا مثلاً في البيت كل الإضاءة اللي عندي الريتنج مالها يا A أو AA اللي هي أقل شيء تصف طاقة. كل حنفيات الماي اللي عندي أغلبها 95% فيها قطعة صغيرة اللي هي تنزل لي هواء فوق مع الماي، فبالتالي يقلل لي الاستهلاك. استهلاك الماي في البيت أحط عليه شروط. فبالتالي أعتقد لو نحن نبدأ في نفسنا، إحنا ندخل التبنيات هذه البسيطة في بيوتنا، إحنا نقدر نخلق نوع من التغيير. أعتقد خلي التغيير يبدأ منا، لا نضطر الحكومة والجهات الثانية أنهم يبدون يغيرون في المجتمع. خلينا إحنا نبدأ التغيير. مهندسة شيماء، شنو دوركم في تحقيق التوازن في سلسلة الطلب على الطاقة وفعلا تنوع الاقتصاد؟ بالنسبة حق طلب على الطاقة، إحنا طبعا في فريق مشكل بيننا وبين وزارة الإنرجي، كل سنويا نراجع موازنة الطلب والعرض على الطاقة. وصراحة ساعات نأذي الوزارة ويتشالنج النفس اللي يحطونها على أساس إن نتأكد إن هذا الطلب وإنه ماشي مع النمو في دولة الكل. من خططنا طبعا كانت أهم خطة اللي سويناها وخذينا القرار عليها هو استيراد الغاز المسالم من خارج الكل. طبعا هذا وقود أفضل بيئيا واقتصاديا ويخلينا كدولة الكويت نصدر منتجات أغلى للسوق العالمي ونوفر الطلب داخلي. فكان هذا أهم مشروع خذيناه في هذا المجال. وفي نفس الوقت قاعدين نزيد إنتاج الغاز الحر بعد نسرع فيه، وحتى الأسبوع اللي فات خذ قرار مجلس إدارة المؤسسة قرار نسرع في عمليات تطوير الغاز الحر على أساس إنه يتماشى مع النمو في الطلب على الطاقة. آخر سؤال للمهندسة سناء، شنو جهود وزارة الكهرباء والماء في رفع كفاءة الأنظمة؟ أنا يمكن استعرض مع البرزنتيشن اللي هو دراسة الإيكونوميك ديسباتش والتحول إلى أكثر حق الوقود الغازي بعون مؤسسة البترول. كل هذه الانيشيتيف مثل ما قلت يعني التكنولوجيات الحديثة تمت أكثر على التنظيف العكسي، إدخال التنظيف العكسي بصورة أكبر، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة. لكن أنا عندي بالنسبة للطاقة المتجددة كنت قلت أنا هي يعني ممكن مثل ما قلت الجريد لما يكون فيها طاقة متجددة أكثر تحتاج دراسة وتحتاج جريد more smart. وبالمقابل لها يعني شغلة يمكن مو واضحة إنها لها كوست إضافي علينا كباور ستيشن، راح يزيد الرامبنج، راح يزيد السايكلينج، هذا كله تحتاج دراسة تفصيلية. وبالإضافة مثل ما قلنا البالانس بلانت اللي لازم تكون باك اب حقها، فهذه تندرس لازم بحذر شديد، خصوصا إن احنا طاقاتنا المتجددة الهيوج يعني الميجا بروجكت موجودين في مكان واحد، فهو شوية تحدي بالنسبة لنا. ويحتاج يعني حاليا يمكن بعدين يعني احنا نبني مشروع مع الكسر مع الكونسلتنت مالهم لدراسة تأثير رينيبل على الشبكة. هذا أحد يمكن المشاريع الجديدة اللي أعتقد إن هي وايد مهمة عشان ما يكون التوسع بدون يعني ما أخذين دراسة كل أوجهها والتكاليف الإضافية في مقابلتها قبل ما نشيل مشاريع، ويصير عندنا كوميتمنت إذا كان مثلا رينيبل راينا مع قطاع خاص وممكن ما نقدر نستوردها يعني نقدر ناخذها. غير إنه احتمال بالفيوتشر إلى مثلا يمكن حق الطاقة النووية يمكن 10 سنين أو 13 سنة، هذا راح يأثر علينا إن I have to take it. وإذا عندي طاقات متجددة وعندي الكوجنريشن بلان، فالتحدي كبير يبي لنا دراسة يعني مستفيضة وأساس تحط لنا يعني الطريق يكون واضح حق مشاريعنا والشير من كل التكنولوجيا. شكرا. أسئلة الجمهور؟ السلام عليكم. أنا من موظفي وزارة الكهرباء قديم،
فكان أول غاز توربين نشأ في الشعاب الشمالية، فكانت وحدتين. فبعد 6 أشهر تطور هذا الشيء إلى أن ربطونا أمريكا في شركة غاز لايت، فعملوا غاز توربين بشويخ على طريقة جي جي جنريتر اللي هو جهاز شركة روز رايز، شركة جهاز الطيران استخدمناه دي على أساس متطور، وبعدين الاحتلال سخروا هذا ودونا زور. فبالزور تطور الغاز ترباين القديمة والغاز ترباين الجديدة، والغاز ترباين الحين من شركة بانداي الزور الجنوبية. فشركة النفط صار عليها يمكن ضغط أعتقد أو شون الكانديين الغاز على 16 إنش على التربينات القديمة، على التربينات القديمة. والحين عندنا بعد تطور في الطاقة ومستقبل الطاقة في شركة محطة الشعيب الزور الشمالية اللي فيها شركة هونداي فيها 180 ميجا وات تطلع كل وحدة. وشكرا يعطيك العافية. سؤال آخر. بسم الله. نواف شرام من بتروليا وبتروليا. يعطيك العافية على الحلقة المباشرة هذه. طبعا أنا بس عندي موضوع الورقة البيضاء اللي تفضل فيها دكتور سالم. طبعا في أمور يمكن لما نتكلم عن القطاع النفطي وعلى وزارة الكهرباء، الهدف الأساسي هو توفير الطاقة للمواطنين وتحريك عجلة التطور والنمو في الدولة. لكن صراحة ملاحظة لما تنزل ليفل الثاني كل قطاع له his own interest. تفضلت الأخت سناء أن يمكن حتى السيد الوكيل قال لك روحوا كل غاز ماي. الطرف الثاني المؤسسة يمكن عندها تحفظ، وتحفظ يعني أعتقد المحلة هم ملزمين يوفرون الوقود والطاقة حق وزارة الكهرباء وتوفير البديل الاستراتيجي أو الباك اب الاستراتيجي حق هذا الوقود. فإذا كان البديل الاستراتيجي مو متوفر، هل هناك نية حق الوزارة أن تعدل؟ طبعاً هذا السؤال. السؤال الثاني موضوع الأنسرتينيتي اللي تكلمت فيه الأخت سناء على موضوع الفوركاست. يعني ضروري الورقة تشوف حل لموضوع الفوركاست. يمكن أعتقد دخلت الكهرباء الكويت الثلاثينات عن طريق شركات خاصة، وبعدين محطة شوية يمكن بالخمسينات، يعني نتكلم 60 سنة احنا وصلنا 14 جيجا وات. السؤال الرقم يمكن اللي استغربتيه اللي هو 34 أو 35 جيجا وات خلال 20 سنة الجاية. يعني هل هذا الرقم منطقي انه خلال 60 أو 65 سنة احنا وصلنا 14؟ 20 سنة نبني كويت ثانية او كويت ونص يعني. فهذه الورقة البيضاء المفروض اتوقع انها تحل يعني الاشكالية. كونها ما ادري تكون مع مجلس البترول اعتقد ما راح نحل المشكله، لازلنا صرنا مع طرفها. اعتقد الافضل انه يتم تسويقها انه فعلا تكون هيئه محليه. يعطيك العافيه. سؤال اخر. السلام عليكم. معكم الدكتور محمد الكندري من جامعه الكويت. عندي تقريبا سؤال حق كل محاضر. ابلش دكتور علي شريبر. انا اتفق معك ان الانرجي سيكيورتي از بوليتيكال ايشو، بس بنفس الوقت الرينيوبلز ضررهم البيئي اقل من الكونفشنال فيول ريجاردلس الكلايمت تشينج هوكس. شنو تصورك عن الرينيوبلز خصوصا في دولة الكويت؟ السؤال الثاني حق دكتور علي خيبط، ذكر ان في ناس مع الكلايمت تشينج وناس ضد الكلايمت تشينج. في دراسه 2015 يسمونها ذا كلايمت تشينج كونسنسس، الريزلت النهائي ان 97% من الكلايمتولوجيست agree in climate change is driven by human, whereas only 3% قالوا لا it's due to the natural cycle of the earth.
المفاجأة أن هذه 3% كانوا من الشركات اللي ذكرتهم في نهاية السلايدز مالتك. فهذي هاف هيدن أجندة مثل ما قال. هم they want to support use of conventional fuel. سؤالي حق المهندسة شيمة. أنت ذكرتي أن استخدامكم للطاقة الشمسية قللتوا من استخدام أو قللتوا من CO2 emissions. شلون حسبتوا الـ avoided CO2 emissions؟ الشق الآخر في future plans للمؤسسة أن تستثمر في carbon capture sequestration لتقليل CO2 emissions. بالنسبة على سؤال مشترك حق دكتور سالم ومهندسة سناء، احنا نتكلم لما نتكلم عن future of energy نذكر the term sustainability. شنو how would you define sustainability حق كيفس وحق وزارة الكهرباء؟ ومشكور. في أحد الأسئلة يا رب بس رحت تقييم حقها. هل في بلان بي مثلا نطالع شيء هم ما يضر المستهلك، نطالع المنشآت وش كثر الطاقة يحتاجون كي يستخدمونها، فإذا هم ملتزمين بشيء فهالشيء يضرون على التعرفة نفسها، وأني يعني اكسيدنس هني تقدرون ترفعون التعرفة عليهم وكذا يعني بالنسبة حق باقي الأشياء باقي الجهات المختلفة فيكون يصير عندنا افشنسي في استخدام الطاقة نفسها. بعدين نقدر نلجأ حق الويست بتوليد الطاقة واستخدام الطاقة ونواجه هالشيء. وهذا طبعا سواء كان في climate change ولا ما كان في climate change in both cases احنا قاعدين نشوف direction اتوقع يعتبر ايجابي. يعطيكم العافية. ننتهي مع الاخ نواف. بالنسبة للواقع بعتقد سؤالك موجه اكثر للمهندسة سناء الكونية، لكن اللي ذكرته المهندس السناء انه مو كل التوسع يكون غاز. غاز هو الاسرع والاكثر كفاءه والاقل تكلفه انتاج، لكن نهايه المطاف احنا نحتاج ايضا ما يصير كل انتاجنا على الغاز، لان الكويت معنا خاص. يعني اليوم وزاره او الكيم بي سي يستوردون غاز لتشغيل هذه المحطه، يعني دوله نفطيه تستورد الغاز، فهذا يعني ما يعطيك طمأنينة أو ما يعطيك راحة في تخطيط المستقبل. دور الرينيوبل هني دور مكمل وليس بديل. يعني من الخطأ أن ننظر للرينيوبل أن راح يغنينا عن مثل ما تفضلت المهندسة، عندنا إيشو بالستابيليتي. يعني إذا أنا مثلاً 10% من إنتاج اليوم يعني يجي من محطة طاقة متجددة وفجأة جاتني موجة غبار أو غيمة، ففجأة 10% اختلت من الجريد، هاي تسوي ديستابلايزنج الجريد. لهالسبب مع كل محطة لازم يكون عندي سبرينج ريزيرف، عندي محطة جاهزة بس ما أقعد يعني محطة تقليدية تشتغل مجرد ما يصير في دروب في الإنتاج. طبعا في محاذير كثيرة، لكن هذه إحنا مو أول دولة ندش في هالمجال، وأعتقد كلها مشاكل تقنية ممكن حلها. لكن الهدف الأسمى في النهاية أن يكون عندي بورتفوليو مزيج من تقنيات، عندي غاز توربين، عندي ستيم توربين، عندي ويند شوية، عندي رينيوبل شوية، عندي انرجي ستورج، ويغطيهم كلهم جود انرجي كونسبشن براكتسز. هذه المعادلة اللي لو قدرنا نحلها بشكل صحيح نقدر نقول والله خلال 50 سنة أو 100 سنة لقدام الكويت ما راح يكون عندها أي مشكلة في الطاقة. لكن إذا استمرينا
بالشكل الحالي اعتقد احنا قاعدين نستعجل باستنزاف الموارد المحليه. بالنسبه لتعريف السستينابيلتي بالضبط مثل ما قلت، اذا قدرت اوصل مرحله اقول والله خلال 100 سنه اللي قدام انا ما عندي شيء بالطاقه، احني وصلت الى السستينابيلتي. فيما يتعلق بمصادر الطاقه، طبعا السستينابيلتي جمله تشمل جميع مناحي التنميه في الدوله. سستينابيلتي بالتعليم، سستينابيلتي بالجوب سكيورتي، سستينابيلتي في الانفراستراكشر، سستينابيلتي. بس احنا بالكويت بالذات كل هذا يعتمد على سستينابيلتي اوف انرجي. اذا ما عندك سستينابيلتي اوف انرجي سبلاي اند انرجي سكيورتي، السستينابيلتي للاذر سيكتورز في المجتمع راح تكون مهدده. فبعكس الدول الثانيه ممكن عندها سد، مثلا مصر عندها السد العالي قاعد يغطي جزء كبير من حاجتهم، والسد العالي يعتبر سكيور سستينبل زيرو فيول. بس احنا مضطرين يا الويند يا السولر. وبالنسبه للاخت اعتقد الكلام عن التعرفه يعني كلام طويل، واعتقد الوزاره طعوا شوط كبير فيه. ومبدا ان الكافر الملتزم انه ياخذ المدعوم تعرف المدعومه، والغير ملتزم تتغير عليها. الفكره ايضا مطروحه بالوزاره، ولهالسبب اعتقد بالسابق السمارت ميتر في منافسه نزلت الان على جميع البيوت بالكويت، راح يركبون لهم سمارت ميتر حتى يعرفون استهلاكنا بالساعه. الان الوزاره تعرف استهلاكنا بالشهر او يعني كل مره ناخذ قراءه الميتر، وهذا ما يعطيهم التفاصيل عن استهلاك كل منزل. بس متى ما تركب الديجيتال ميتر ابتدت الوزاره تراقب اسلوب استهلاكنا خلال 24 ساعه، اعتقد يقدرون يحطون خطه تحكم العمليه هذه بشكل يعني افضل. دكتور سالت السؤال الاولي هو شنو الانفايرمنتال امباكت؟ قصدك السؤال الاولي حق الريوبل انرجي؟ انا ذكرت ان انت تكلمت عن كلايمت تشينج وفوكس اون CO2 emissions، بس بنفس الوقت الرينيوبلز يحلون مشاكل اخرى غير الكلايمت تشينج. They have some environmental benefits as a clean source of energy. Why should we only look at climate change and ignore انا قصدي طبعا كل شيء له ادفانتج وديسادفانتج فور شور. يعني الفكره اللي انا بحب بس اوصلها ان احنا واحده من الاشياء اللي تعلمها خلال دراستنا في الغرب، في درست في اسكتلندا الماجستير والدكتوراه فوق الدكتوراه، تعلمت شيء تعلمونا اياه اللي هو الكريتيكال ثينكينج. كريتيكال ثينكينج معناه انت يو هاف تو كويشن ميني ايشوز اللي تعتقد انها هي فاكت. فالcritical thinking لازم يكون عندك في النهاية you form a very good judgment. احنا هذا اللي نبيه، ان احنا we form a good judgment على موضوع renewable energy. هل احنا راح تأثر علينا؟ لأن انت ذكرت موضوع sustainability. انا جزء من رسالة الدكتوراه مالتي في سنة 1990 كان تايتل مال الدكتوراه مالتي في sustainability, sustainable development. و sustainable development معناه انه حق الأجيال القادمة مع الحاضرة. إذا كنا احنا بنوفر طاقة حق الأجيال الحاضرة، وفرهم ايضا طاقه نظيفه حق الفيوتشر جنريشن. الرينيوبل انرجي ما قاعد يقول انها مو ما لها فوائد ايجابيه، بالعكس لها فوائد ايجابيه. بس انا قاعد اقول لو احنا نمشي كدوله والدول الاخرى يمشون في اتجاه ان احنا نستهدف ناخذ التكنولوجيا الغربيه هذه، شنو راح يكون تاثيرها علينا؟ ايش كثر احنا المبالغ اللي راح نصطفها على اساس نبدل التكنولوجيا الموجوده؟ وهل التكنولوجيا اللي موجوده يعني يعطونها هذا التاثير الكبير، هل هو حقيقي ولا لا؟ ايش كثر قاعد نصرف احنا من مئات الملايين عشان نغير القطاع النفطي، عشان نغير في وزاره الكهرباء، ندخل نيو تكنولوجيز. ايش كثر هذه حقيقه هي؟ هل هي يعني هايبوثيسز ولا هي ثيري ولا هي فاكت؟ فانا هذا اللي قصدي من الشيء هذا. طبعا حتى في اوروبا عندهم يوم نشوف الانفايرمنتال امباكتس حق الويند توربينز عندهم وايد مشاكل على الطيور، سواء اللوكل والمايجريتوري. دائما عندهم وفيات حق الطيور المهاجره او المايجريتوري بسبب حركه البليدز. عندك النويز، عندك الفايبريشن، عندك ايضا الويست اللي يطلع منهم. يعني مثلا المراوح اللي تشتغل على الويند فيها 8000 قطعه.
من الدراسات اللي قريتها من تنفط عليه. زين هذه المينتنس مالها، الاويل اللي راح يستخدمها، السبير بارت، شلون راح تتعاملوا معها؟ شيء مهم ايضا احنا ما نطالع الامباكت بس حق البرودكت نفسه. انت جد في شيء اسمه لايف سايكل اسسمنت. اللايف سايكل اسسمنت يعني من هو كماتيريال موجوده في النيتشر كناتشرال ريسورس لين ما يخلص وانا بتخلص منه في كل مرحله من المراحل، في المايننج، في الترانسبورتيشن، في المانيفاكتشرنج، في الاوبريشن وفي المينتنس وفي الديسبوزال. كل مرحله لها تاثيرات بيئيه، حتى اي منتج يطلع طبيعي اهم له تاثيرات بيئيه. اعتقد احنا لازم نسوي هذه اللايف سايكل اسسمنت. مثل ما قلت الرير ميتلز اللي تطلع اللي تستخدم في الويند فارمز او في الويند تيرباينز 95 منها تطلع من الصين. والمايننج اكتيفيتي اقرا عنها الرير ميتلز في الصين كوارث. انا حضرت مؤتمر كوارث الايكو سيستم شيء طبعاً هذه الرير ميتلز اللي موجوده. فيما يتعلق بسؤالك الثاني اللي هو على الدراسات اللي طلعت، مثل ما قلت لك في هناك يعني 3 جروبس، ناس يأيدون وعلماء يأيدون وعلماء ينفون، وفي هناك تجار وسياسيين وحركات بيئيه تدفع في هذا الاتجاه. اخر دراسه طلعت في 2017 ممكن تطلع عليها من اوكسفورد يونيفرستي، قالوا بالدراسه هم عندهم نموذج موديل خاص على الكلايمت تشينج في توها 2017 من قبل شهر على ما اعتقد طلعت. قالوا وي ثينك ان وي اوفر استيميتد قضيه الكلايمت تشينج وان الانكريز مال التمبرتشر وي اوفر استيميتد بالضبط. هذه الكلمه وحط تحتها خط اوفر استيميتد. فبالتالي حتى موقف امريكا وترامب انه فجاه ياخذون هذا الموقف المتشدد مو عشان تجاري، هم يدرون ان في شيء من وراء هذا الموضوع. ولا ما كان في دوله كبيره مثل امريكا فجاه تقول يصرحون، اكيد في بعض التصريحات يعني لها يعني ظروف اقتصاديه ولا سياسيه، ولكن هذا التصريح ويطلبون من 3 علماء موجودين في الاي بي سي سي ان ينسحبون من الاي بي سي سي وما يدزون ما يروحون، هذا شيء يحط بيج كويشن مارك على موضوع الكلايمت تشينج. سؤالك عن السي او 2 ايميشنز شلون حسبناها؟ طبعا احنا حسبناها مقارنه بالالترناتيف فيول، فاذا بروح كونفشنال فيول تو جنريت ذا سيم اماونت اوف انرجي، فشنو السي او 2 ايميشنز المحطه في هذا الكونفشنال فيول؟ وذس ويل بي يعني كومبوز از سيفنجز بالنسبه حق قطاع هذا شيء. بالنسبة حق الكاربون كابتشر اند سيكستريشن اتس اندر اسسمنت، وقاعدين نشوف مع شركات وجهات مختلفة تو سي شنو البيست واي تو يوتيلايز سج تكنولوجي وش سج ميثود في امريكا. بس ما في شيء ماتيريال سو فار بحيث ان نقول ان احنا وي ديد كومبليت بروجكت على هذا. بس تكملة السؤال، انت كده حسبتوه بيست اون افويدد فيول يوز صح؟ يس از ان الترناتيف. انزين ان ذيس كيس from your opinion, who should get the credit for reducing CO2 emission in the oil? هل أنا راح أقول أنا I'm producing oil with less carbon؟ هل قاعد أعطي credit حق ال carbon emissions من oil؟ تذكر بكر life cycle assessment as a tool. One of the stages is burning the crude oil, which generates CO2 emissions. لما انا اشيل الافويدد فيول ام اي جيفينج كريديت فور ماي اويل ام اي برودوسينج اويل وذ ليس كاربون ولا اي ام برودوسينج انرجي سورس وذ ليس كاربون. احنا وي اولويز ثوت ان بالذات يعني المبادره اللي الحين 650 يعني تحت هذا بس دايركتلي حق عملياتنا يعني مربوطه في electrical submersible pumps for the field. Plus, when we go to the bigger project of the offshore at the Dubai, it's that we generate energy with less carbon emissions. لأنه مو direct في الإنتاج العملي. بالنسبة لسؤال الأخ نوار، احنا لما قلنا اتجهنا على الكومباين سايكل، it is the strategic مال كي بي سي قالوا لنا go for gas even for steam turbine. يعني دائما بما ان الغاز is your strategy to go with this is the available fuel for any level. قلنا اوكي الغاز combined cycle will save 20% of energy. Why we go to the steam turbine with gas؟
no logic. Even when we bring يعني الكونسلتنت معنا سوينا دراسات كان وراقب أصلاً يحطها ك one of the cases إن steam turbine gas يعني كان واضح إن there is no logic to go steam turbine gas. فإذا في gas now we are asking about the fuel. في gas surely we have to look at side. هذا ما يمنع إن عندنا our existing plant is a steam turbine. ما يمنع إن بالمستقبل إن نسوي decommission of our existing يعني steam turbine system راح يحتاج ممكن steam turbine لأن steam turbine في flexibility swinging backing يعني في لها مميزات ممكن إحنا نحتاج فيها spinning reserve instantaneous spinning reserve يعني دوار لحظي هذا شيء إحنا نحتاج حاليا بشبكتنا متشبع existing نقعد نتكلم عن coming plan يعني الصورة ممكن تتضح الفترة الجاية في LNG coming ومثل ما كان إذا secure supply بعد 5 سنين بعد 10 سنين إذا تضحت الصورة إن ال LNG market في تغير خلوا جزء من your plans go back to steam this will happen راح تصير monitoring شو الصورة روتينية بس إحنا قاعد نمشي على أنتوا اللي قلتونا شو الفيول متوفر أنا بس أقب على هذه أنا قصد إنه مادام في ما في تعريف واضح على موضوع الاستراتيجيك باك اب ايش قدر الكميه for how many days or how many months معناته تفهم ان الاستراتيجيك باك اب المفروض يغطي كل الديماند مال او حاجه وزاره فاذا نروح all the way كلها gas turbine معناته ملزمه المؤسسه لان في مرسوم يحدد عملياتها ملزمه انها توفر البديل بس احنا البديل جازوين فجازوين مو توفرنا يغطي كل محطه كهرباء احنا اللي فهمنا من الاضافه لما قال الوزير قال احنا الحين الاستراتيجي مالتنا وي بلانت ان ذي كانت جو انليس وي هاد ذا باك اب طبعا باك اب نقعد نتكلم عن كرايسيس بالعالم شيء يعني شغله دبلوماسيه شغله سياسيه سكر يعني القلب ولا اي شيء هي قال وي دونت جو انليس ذير از ا باك اب اتون اجري لايك ذير از ا باك اب فور اكستريم سيناريو هذا شغله شيء ثاني احنا لو تشوف انا تلاحظ مثلا الجزر الشماليه هي قطاع خاص والمين فيول از غاز هاو ماتش ذي تيك فروم هذا الالترناتيف اللي هو الغاز اون ذات يو ار وريد تو جو وذ تقريبا ليس ذات بوينت 1 ما في يو كان اسيوم 0% من انتنسيف داجت ما خذوا غاز اون ذا اونلي غاز ار يوزد فور تيستينج ما في اني ترانسفير تو غاز اون خصوصا ان الرينج مال الغاز يعني فيري هاي رينج ذي كان يعني حتى اذا مشاكل الغاز ذي قاعد تصير ما قاعد يتاثرون in a very high beauty gas turbine with a very big gas tolerance. فإحنا نتوقع إذا المحطات الجديدة كلها جاية راح نشوف zero consumption of gas oil. هذا business as usual. ما راح يتغير إلا إذا عندك يعني political issue. يعني anything very extreme political issue. وهذا طبعا راح تتضح إحنا لما نحط الـ future demand. For this is يعني نعطي دفعة لل يعني تقليل الطاقة لأن المطلوب وايد أعلى من اللوجيك بس إن المشاريع قاعد تجي إكستريملي وفي كلام عن نيو كويت هذا الحكي اللي قاعد الهاوزنج قاعد يطلبون 20,000 وحدة سكنية خلال 10 سنوات الجاية إحنا نفرضها بس 12 الباك اب 8,000 هذا اللي مو حاسبينها المجر الأرجنت ميجرز والإفشنسي اللي لازم تصير في الهاوزنج تقول لهم إحنا يمكن أنتم طالبين 20 إنها نعطيك بمقدار 12 بس أنت do your own technology to reduce it. إن هذا يعني what we can do يعني. قصدي يعني الانسرتينتي ما تكلمت على البيلدينجز أو الهاوسنج. ال 20,000 وحدة الجاية أو ما حسبنا. 100,000 وحدة الجاية اللي خلينا نعرف. 100,000 طلق اللي تتكلم اللي موجودين هذول اوريدي عايشين الحين قاعد يستهلكون. فتغييرهم أنهم يطلعون من البيوت ويصير التغيير هذا كله بالاستهلاك ما اعتقد راح يكون بالطريقه اللي I did all the reduction لما حتى لما حسبت اللي ما هذا كم ميجا وات I did يعني حتى ما حسبت الكونكتد لود حسبت ان البيت مستحيل راح ياخذ هذا حسبت السمر سويت all my measure اني اقلل يعني حتى البيس نيو هاوسنج ما نعتبرها يمكن 50% يعني حسبت هذا الميجا وات عم تطلع يمكن 50% بس من الكونكتد لود مضروبه غير الكونكتد لود سوينا all the measure ان احنا قدر الامكان تكون مور يعني لوجيك ما مشينا ال 12,000 خذيتها ان هي فيرم كاباسيتي لا
خذينا الهاوزنج برول والاندستريال انفستمنت كتب البيسلون الهاوزنج فيها سايكلينج وخذينا يعني الديماند هذا مو رياليستيك وفي مخاطره ممكن يكون اعلى الاحتياج الحقيقي ممكن يكون اعلى ممكنات ريديوس مور ذان يعني سوينا كل المجر ان نقلل عشان نكون قريب من اللوجيك احنا تعرف سياسات الوزاره دائما to go with upper demand. لا, not anymore. خذينا السياسة إن إحنا راح نعاني كوزارة. طبعا إحنا راح نسوي استثمارات كبيرة. خذينا يعني مو يعني تقريبا ال average أو ال more realistic. بعيد وايد عن ال high وقريب من هذا ال lower scenario. في سؤال بخصوص sustainability. إحنا بالنسبة لنا كوزارة we understand sustainability is a security of support. Supply from the care of mine. عشان نكون عندنا security supply, we need also security supply from the bureau. احنا نعاني بالوزارة ان security supply it is a target one. When we talk about efficiency, environment, الناس اللي تتحمس will go ahead. لما هي تطبق على الواقع الكل يخاف. يعني يقول لها it's okay, this had a bump. Why we have to utilize both bump and no low, low demand? سكر وحدة وقاعد على وحدة مثلاً بالوينتر. But what if it's this one trip? I don't have the backup. I have to restart it. يعني لما هي أرض الواقع تصير security supply هي الأساس عندنا كسستينابيلتي. وما في أني حالياً مثلاً إحنا مركز تحكم they are challenging us. They don't accept any risk. إذا تبي efficiency you have to take risk. حتى all over the world there is a risk if you do optimization. If you cut the cost, لازم risk. How much? For that, even I can operate all my existing plant with lower load, just in case anything happens. حتى ما إحنا connected with GCC, our situation is much better than before. Our guide is only security. Nothing. Then I would suggest, you know, we don't. Misuse the word sustainability. Let's use reliability. Yes. And when we talk about sustainability, the social pillar, the environmental pillar, which doesn't seem to be any part of your No, it is equation. Part, but it is part for my side. I'm responsible for efficiency, environment, but it's very difficult in the kitsawuka, bil wazara. Ihna yani mu qata' khas you'll account each penny وهم القطاع الخاص لما يجينا مثلا محطة الزور شمال الزور الزور الشمالية الديزاين الانفايرمنت يعني compliance it's high standards nothing beyond or behind our القانون الجديد ولا حتى القانون اللي حطه بعد 20 سنة they take the higher standard they don't take any chance in the future بالنسبة للانفايرمنت نفس الشيء efficiency يعني طبيعة الكونتراكت ان if you give more efficiency power or water supply, you will have some funds. And if you give a reduction, you will have a detection. So they are very critical, and this is their driver. بالنسبة لنا وزارة, it's difference. طبيعي أن هي difference. مسؤولين عن security and supply. عندنا آخر سؤال. قلتوا عن الفكرة أن تسوون لجنة عليا تدير الطاقة فأنا أنا سؤالي ليش بدنا تسوون لجنة عليا تدير الطاقة وما ذكرت من السنة إن الوزارة عليها لود وايد مع التخطيط وإدارة المشاريع وبناء وتشغيل يعني تخصصوا المحطات قلنا بدون ديستريبيوشن مثل ما موجود مثلا بأوروبا وأمريكا زين وخلوا الشركات تتنافس إذا ترفعون السعر تعرفه خلوهم هم يتنافسون من بعض ويوفرون وتصير دور الوزارة بس مثلاً تسمى القوانين والقواعد والريجليشن يعني مثلاً ما أيدي كمية بالأمية وعدت سنة ما أيدي كمية بالأمية ولو القرار بيدنا اليوم ناخذ بس إحنا نطرح اقتراحات بس تعرف القرار بالكويت لكن إحنا دورنا نطرح الأفكار اللي مبنية على دراسات وناس من الميدان لكن اللي تفضل فيه هو عين الصواب لكن من اللي بيغامر بمستقبل السياسي ويتكلم عن الشيء. مساكم عقوبة وسعداء ان كنا وياكم اليوم وعلى تفاعلكم مع المحاضرة وان شاء الله تكون اضافت قيمة يعني تواجدكم والتزامكم.